لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بسبب حريق اندلع فجر الخميس في مستشفى جازان العام جنوب المملكة العربية السعودية. مديرية الدفاع المدني أرسلت 21 فرقة إنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق وإجلاء المرضى. المديرية أشارت إلى أن الحريق تركز في قسمي العناية المشددة والولادات، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات الخاصة والعامة في المنطقة. تقارير إعلامية أفادت بأن الحريق نجم عن تماس كهربائي سرعان ما اندلع في بعض أقسام المستشفى متسببا بهذا العدد الكبير من الضحايا. أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمر بفتح تحقيق لكشف أسباب الحادث.